وينضم إلينا عبر الهاتف السيد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. بعد التحية، بالطبع كان مجلس سموه العامر مفتوحا دائما على مصراعي للتجار ورجال الأعمال، ولا يمر أسبوع وإلا يحرص سموه على لقائكم في مجلسه، إيمانا من سموه بأهمية دوركم في عملية التنمية. سيد سمير، كيف تنظرون اليوم، كيف ينظر قطاع الأعمال لهذه الخسارة الكبيرة على البحرين والعالم؟ أولا نناحي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية بالمملكة صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وأرفع أحر التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأحفاد المغفور له بإذن الله تعالى والأسرة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين كافة لهذا المصاب الجلل. إن مملكة البحرين فقدت وفاة سموه قلبها النابض وقامة كبيرة وقيادة تاريخية ساهمت في صياغة تاريخ البحرين الحديث، ولم تتوانى عن خدمة قضايا وطنه حتى آخر لحظة من حياته. إن سموه رحمه الله منذ أن تسلم مسؤولياته في خدمة وطنه عقد العزم على دعم الإصلاح ورسخ دعائم التنمية وعزز الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل، وكان خير معين للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وإلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد مفدى حفظه الله ورحاه، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان، وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء. وقد كانت لسموه مواقف عظيمة تجاه الغرفة بشكل خاص، اتجاه تعزيز دور القطاع الخاص البحريني في قيادة دفة التنمية في مملكة البحرين. فقد شهدت الغرفة في عهده سموه في عهد سموه تحولات كبيرة في الأداء والمسؤوليات بفضل دعمه ومعازرته. وكان لسموه الكثير من المواقف الداعمة للغرفة، منها على سبيل المثال تخصيص أرض لبناء مقر بيت التجار، وتقديم دعم مالي للغرفة في السنوات الماضية، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الغرفة، والرعاية والمشاركة في الفعاليات في الغرفة، ونقل علاقة الغرفة مع الحكومة من مرحلة التشاور إلى مرحلة الشراكة الحقيقية في صناعة القرار الاقتصادي. وكان سموه دائما ما يشجع الغرفة وأصحاب الأعمال على طرح مرئياتهم بمنتهى الشفافية. وقد تشرفت الغرفة على مدى السنوات الماضية بزيارات سموه الكريمة الدائمة، وكان مجلس سموه مفتوح لجميع الأطياف وكافة على كافة المستويات، ويستمع فيه لجميع الآراء دون أي تحفظ. وكان سموه كثير الاستئناس برأي الغرفة، وهذا ما ظهر جليا في توجيهاته لجميع الوزارات والدوائر الحكومية بالرجوع إلى الغرفة في المواضيع ذات الشأن الاقتصادي. كان رحمه الله دائما ما يشرك التجار باللجان الوزارية وفي الوفود الرسمية التي كان يترأسها في زياراته في مختلف دول العالم. وأسأل المولى العزيز جلت قدرته أن يتغمد الفريق الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء
وللأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لك السيد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.